خبيرة التجميل الأمريكية من أصول عراقية هدى قطان تدعم 4 علامات تجميل منافسة لعلامتها هدى بيوتي وتكشف السبب لمتابعيها. هدى قطان كتبت على حسابها الرسمي عبر إنستغرام أنه كان من الصعب جداً العثور على علامات تجارية تدعم فلسطين، الأمر الذي جعلها حزينة بعض الشيء. قطان تحدثت في فيديو نشرته على إنستغرام عن بعض علامات التجميل التي ادعت دعمها للقضية الفلسطينية على الرغم من عدم صحة ذلك، داعية متابعيها لمساعدتها ومدها بمعلومات عن علامات تجميل تدعم فلسطين، فيما شاركت 4 علامات تجميلية منافسة لعلامتها وهي سامي هيز بيوتي وأباوت فيس بيوتي وهنداش كوزمتكس وأمي كول. متابعو هدى قطان تفاعلوا مع خطوتها وأشادوا بروحها الجميلة وثقتها العالية في نفسها، مؤكدين أنها واحدة من أنجح سيدات المجتمع حول العالم.